دلوقتي هنعمل مع بعض صنف حلو ولطيف جدا جدا، وهو جلاش بالجبنه. حلو طبعا زي الكنافه اللي بالجبنه كده. انا هستخدم هنا جبنه عكاوي. قدامكم حل من الاثنين، يا اما تجيبوها وتبشروها وتنقعوها وتغيروا ميتها 3 4 5 مرات، وطبعا الميه تكون ساقعه لحد ما تدقوها ما تلاقوش فيها ملح خالص، او تروحوا المحلات السوري وتقولوا لهم احنا عايزين جبنه عكاوي حلوه هنعمل بيها كنافه او جلاش او كده، هيدوها لكم حلوه جاهزه. ماشي. عايزين طبعا جلاش، وعايزين شربات تقيل اللي هو كوبايه الميه عليها نص كوب، لا كوبايه السكر عليها نص كوبايه ميه، زبده او سمنه، وقرفه وسكر للحشو، وفستق للتقديم اختياري اكيد. تمام. الشربات لازم يكون تقيل وبارد، والجلاش يكون سخن وطالع من الفرن. طيب هنعمل ايه؟ كسرول على النار، احط فيها الزبده او السمنه او الزيت او ميكس حاجتين مع بعض. هاخد طبعا الشربات ممكن تدوله ميه ورد او ميه زهر زي ما انتوا عايزين. هاخد الجلاش وهنرصه هنا، وهناخد بالفرشة وندهن كالمعتاد زي أي بقلاوة أو زي أي صنف بنعمله بالجلاش. وبعدين هقوم واخدة الجبنة رصاها كده، ممكن اسيبها جبنه بس، ممكن احط لها جبنه وقشطه، ممكن احط لها جبنه وشويه سكر وشويه قرفه، ده اختياري. اعمل ايه بقى؟ شويه دول وقعوا مني هنا زياده، فانا هعمل ايه؟ بدل ما اكمل واشيل وارمي اهو، بصوا اهو مفيش اي مشكله خالص، كل حاجه ليها حل وليها طريقه ومفيش مشكله اهو. بعدين هياخد الجلاش ارصه وبعدين اقطعه بالسكينه وبعدين ادخله الايه الفرن.